اخوان اخوات، السلام عليكم ومرحبا بكم تاني في فيديو وعودة جديدة كما العادة وكما عودناكم قناة فاسي ايمو، ديما الجديد وديما العودة. اليوم ما عندي لكم ابارتمون زوينة 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 بزاف، ثمن رائع جدا، منطقة سيدي معروف انفاس مع حمام قريب لهابيم، حداها الكولاج باتيسري اللي بغيتي حداك، وثمن جد مناسب. كملوا معايا الفيديو وان شاء الله تعجبكم، وفي الاخير كما العاده نقول لكم شحال هاد الهوته هادي، تابعوني ان شاء الله. كما كتشوفوا احنا دخلنا دابا لابارتمون، انتم كتشوفوا لونطري تبارك الله رقيه زوينه، الناس غير ما ساكنين فيها، يعني غيبان لكم فراش بجموع. احنا كنشوفوا اول حاجه الصالون، الصالون ديالها الدار مشمشه، يعني الشمس دايره بها، عندها شراجم في جميع الغرف ديالها. هانتوما الان كتشوفوا الصالون تبارك الله زوين، وراها هو الصالون ديالها طويل. من بعد ما سالينا دابا الصالون كندخلوا، كاين عندي كولوار، من كولوار كندخلوا للكوزينه. هانتوما الان كتشوفوا الكوزينه زوينه كاستخي، كت فيها جميع الامور اللي بغيتيها تقدر تدخلها بها، ماكينه الصابون، ثلاجه، كونجيلاتور، تقدر دير فيها حتى كيما دايرين هاد السالامونجي. هانتوما كتلاحظوا كتشوفوا من بعد ما خرج من بعد ما شفنا الكوزينه، حنا كنخرجوا منها وكندخلوا لدابا البيت، كاين بيت ديال النعاس. هانتوما كتشوفوا بالكو كبير وزوين. هانتوما كتشاهدوا الغرفه، لي بلاكار ديالها، البلاكار ديالها كبير، الشرجم ديالها، ها هو البالكو كما كتشاهدوا. حنا كنحاولوا نصوروا لكم كاع لي ديتاي، غرفة نوم كبيرة. من بعد ما سالينا غرفة النوم كاينه شومبر واحدة اخرى، هو دير هادي الكلاس، ولكن اللي عنده اطفال هو يدير فيها الاطفال ديالو. هاي بالبلاكار ديالها، يعني هو دار فيها تحديثات باش دار فيها التلفزيون ديالو، كان يقدر يبدل ويدير بلاكار ديالو تما ويدير بيت ديال الدراري الصغار. فوالا نتوما كتشوفو ومشمشة كيما كتلاحظو. وهاي الان الطواليت، هانتوما كتشوفوا الطواليت تبارك الله زوينه ونقيه وكبيره، فيها الدوش، المرحاض ديالها، كامل الامور ديالها، المرافق ديالها واجدين ومصوبين تبارك الله. هاد لابارتمون الناس، سمعوني مزيان، هاد لابارتمون الناس في موقع استراتيجي جميل جدا وزوين، وكما كتشوفوا فيها 64 متر، 64 متر، الثمن ديالها 52 مليون، 52 مليون، ثمن جد جد مناسب. العمارة نقية، الناس ديالها نقيين، الجيران نقيين، اللي بغاها وعجباتو
ما عليه غير يتصل بينا في ما عليه غير يتصل بينا في الرقم اللي موجود في الفيديو، وان شاء الله اللي مكتوب عليه نتمنوا الخير لجميع الناس، وشكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا.